إلى الأرجنتين التي تسجل أعلى معدلات تضخم في العالم، حيث تشير الأرقام إلى تجاوز معدل التضخم في هذا البلد 113%. أزمة اقتصادية خلفت موجة غضب عارمة وسط المواطنين وعملية نهب وسطو على المحلات والمراكز التجارية في العديد من المدن الأرجنتينية أمام عجز الحكومة عن إيجاد حلول لهذه الأزمة الاقتصادية. هذا وتشير الأرقام أيضا إلى انخفاض قوي في قيمة عملة الأرجنتين حيث أمام تواصل تدهور صادرات السلع الأساسية في هذا البلد.